بحضور جماهيري كبير يضم شيوخ ووجهاء ومثقفي الأنبار، أقيم مؤتمر شعبي كبير لإعلان مؤازرة ودعم القيادي والمرشح عن تحالف عزم الشيخ فيصل الشوكة. وضم المؤتمر الذي أقيم في جزيرة البوذياب جمعا غفيرا من شيوخ ووجهاء مدينة الرمادي، فضلا عن حضور شيوخ من وسط وجنوب العراق. وأعلن الشيخ فيصل الشوكة خلال المؤتمر برنامجه الانتخابي الذي يركز على النهوض بالواقع الصحي والتعليمي وبدعم الطاقات الشبابية والتركيز على الخدمات وبناء المستشفيات وكل ما يخدم المواطن ويصب في الصالح العام. شيخ فيصل يعتبر أول مرة يرشح، ورجل كفو، ورجل يعتبر قيادي بالمحافظة، وله دور كبير يعني في خدمة أهله وناسه، يعني قبل أن يرشح وخارج نطاق العملية السياسية، وكان خادم لأهله وعشيرته وناسه ويلبي لهم دائما طلباتهم، فأكيد راح يقفون يا هذا الموقف الشريف والنبيل والنزيه. دعوة كريمة من السيد كمال حماد الطيع، لبى الشيخ فيصل مشرف الشوكة دعوته بحضور عدد كبير من وجهاء العشائر في جزيرة الرمادي. الأيام القليلة القادمة إن شاء الله لدينا دعوات كثيرة وكبيرة من قبل عشائرنا الكريمة الداعمة والمساندة للشيخ فيصل الشوكة. الغرض من هذه الدعوات هي الغرض منها لرص الصفوف لغرض إيصال صوتهم وإيصال الشيخ فيصل مشرف الشوكة إلى قبة البرلمان.